التعامل مع مواد التنظيف داخل المنزل نستخدمها يومياً ولأكثر من مرة، لكن خطأ بسيط قد يكون مكلف لحياة طفل أو ربما ربة منزل. فماذا يجب أن نفعل عند استخدام مواد التنظيف داخل المنزل؟ أولاً، كن على معرفة تامة أن هذه المنظفات هي عبارة عن مركبات كيميائية قد تتفاعل مع بعضها البعض وينتج عنها غازات قد تكون قاتلة، أن هذه المواد لها صلاحية وعند انتهاء هذه الصلاحية تصبح خطيرة. بعض هذه المواد له طرق خاصة للاستخدام، فلا بد من قراءة تعليمات الاستخدام. بعض هذه المواد قد تكون كاوية تسبب الحروق، فيجب ارتداء القفازات عند استخدامها. أن نترك تهوية جيدة في مكان استخدام هذه المواد للسماح بخروج الغازات الناتجة عن الاستخدام من المنزل. أن يتم تخزين هذه المواد في أماكن مغلقة وبعيدة عن الأطفال. أن يتم التخلص من العلب الفارغة أو منتهية الصلاحية خارج المنزل، وبما يضمن سلامة الأطفال. نحذر أكثر فنتجاوز الخطر.